مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة. خلونا قبل ما نتطرق لأخبارنا، أخبار النادي الأهلي وأخبار نشاط الرياضة وكرة القدم بين التحضير للمرحلة القادمة وإمكانية الاستئناف من عدم، وحسب طبعا الظروف المحيطة بمواجهة فيروس كورونا ومخاطر هذا الانتشار لهذا الفيروس عالميا مش بس على مستوى مصر. إن شاء الله ربنا يجعلنا قادرين ان احنا نتخطى هذه المرحلة باقل خسائر او تقليص الخطر الى الحد الادنى في بلدنا الحبيبة مصر. ان شاء الله كمان البشرية كلها والعالم كله يستطيع التوصل الى حلول قاطعة ونهائية لهذا الخطر وتجاوزه في اسرع وقت وباقل الخسائر طبعا البشرية والمادية والاقتصادية على كل المعايير، ولكن المعايير الطبية والصحية والبشرية هي في المقام الاول اللي بتعنينا في هذه المرحلة كيف نتجاوز هذا الخطر، وطبعا كل جهود العالم صب على هذا الأمر في هذا التوقيت. خلونا في بداية هذه الحلقة طبعا نشيد بجهود كل من يقدم تضحيات فداء لهذا الوطن وفداء للمصريين. بنتقدم باسم طبعا أسرة النادي الأهلي، المسؤولين والجمعية العمومية وكل محبي النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر، وباسم أسرة قناة النادي الأهلي، زملائي كل فريق العمل في القناة مش بس في برنامج الأهلي الليلة وعلى مستوى إدارة القناة أيضا، بخالص العزاء لكل المصريين لمجتمعنا المصري بأكمله، وبشكل خاص جدا لأسرة الفقيد الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي من قوة الأمن الوطني. طبعا بعد المواجهة اللي تمت وتصفية خلية إرهابية في منطقة الأميرية أمس الثلاثاء، نتقدم بخالص العزاء لأسرة الشهيد وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ولأسرته الصبر والسلوان. ودي طبائع الأمور الخاصة بالتضحيات في بعض المهام وبعض المهن طبيعتها فيها درجة كبيرة جدا من الخطورة على حياة الشخص ودرجة كبيرة جدا من إمكانية أن يقدم التضحية حتى بحياته نفسها فداء لوطنه وفداء لمواطنيه. وده اللي احنا بنشوفه طوال الفترة الماضية من الكثير من أبطالنا ومن شهدائنا الأبرار، نحتسبهم عند الله شهداء عند ربهم يرزقون بإذن الله، من رجال الجيش والشرطة ومواجهتهم مع العناصر الإجرامية والخلايا الإرهابية وكل الخارجين على القانون أو اللي بيحاولوا دائما أبدا الإضرار باستقرار ومصلحة هذا الوطن. قبل ما نتطرق لأخبارنا الرياضية في أمر مهم جدا لازم نتوقف عنده يا جماعة. إحنا مش بنقول للناس أو بنضغط على الناس أو بنقول لهم بنوجههم أو بنقول لهم اعملوا أو ما تعملوش. كل إنسان بالتأكيد بالغ عاقل هو واصي على نفسه وهو مسؤول عن تصرفاته، ولكن المنطق بيقول إن كل شخص من أجل صحته في المقام الأول، من أجل وطنه، من أجل أسرته، من أجل كل الناس اللي بيحبها وتمثل قيمة حقيقية بالنسبة له في حياته، لابد أن يأخذ الأمور مأخذ الجد. إحنا الحمد لله ما زلنا رغم خطورة الموقف، طبعا إذا استمر تهاون البعض أو أنهم يتعاملوا مع الأمور باستهتار طبعا ممكن تتفاقم الأمور لا قدر الله، وده اللي الدولة بتحاول تتفاداه بأي شكل. كل الإجراءات اللي الدولة بتاخدها في الفترة اللي فاتت وبتطلب من الناس أنها تلتزم بيها من أجل الصالح العام، مش رغبة مسؤول، مش مجرد توجيهات، مش مجرد تعليمات، هي المفروض أنها أمور بنشتغل كلنا على أن احنا نحققها وأهداف كلنا بنتكاتف من أجل تحقيقها، وبنستفيد من الدروس اللي شفناها في بعض الدول الأخرى اللي عانت معاناة شديدة جدا وما بدأتش الأمور تتحسن فيها إلا عندما أخذت الأمور مأخذ الجد وتعاملت بجدية شديدة مع الأمر. ولكن فكرة الاستهتار بأمر بالغ الخطورة كحجم انتشار هذا الفيروس وقدرته على الانتقال من شخص لآخر وحجم العدوى اللي تم التأكيد على أنها استثنائية وغير مسبوقة لهذا الفيروس، وده التأكيدات جت على هذا الأمر عالميا من أكبر المتخصصين ومن أكبر الهيئات العالمية المتخصصة في هذا الأمر وفي مقدمتها الـ WHO أو منظمة الصحة العالمية. كل الأمور بس محتاجة مننا أننا نأخذ بالأسباب وإن شاء الله نتجاوز هذا الخطر سريعا، وربنا يجعلنا قادرين على المرور أو تخطي هذه الأزمة في أسرع وقت. نأخذ الأمور بجدية شوية. الأمر الثاني أنه للأسف الشديد الناس بتجتهد في أمور المفروض اللي يتكلم فيها متخصص طبيب أو رجل يفهم في أمور الطب والأوبئة والوقاية وأمراض المناعة إلى آخر هذه الأمور. بعض الناس كانت للأسف يعني بتعمل بعض التصرفات غير المقبولة في الفترة اللي فاتت، بل اللي هي على النقيض من المفروض أن احنا نتصرف بيه ونتعامل بيه مع كل شخص بيضع حياته أيضا في خطر شديد جدا لطبيعة العمل ومهن الأطباء ومخاطر نشاطهم في الفترة الأخيرة. هم بيكونوا خط الدفاع الأول عن هذا الوطن
وهم الأقرب إلى تحمل كافة الأخطار المحيطة بأنهم يكونوا على مقربة من المرضى. ودي طبيعة أيضا عمل الفرق الطبية والأطباء وفرق العمل في هذا المجال على مستوى العالم كله. أعتقد أنهم يستحقوا مننا كل التقدير، وأن احنا نساعدهم وأن احنا نخفف عنهم مش نزود ألمهم، طبعا في فكرة التعامل مع دفن أي متوفى، أو في فكرة أيضا تسهيل مهمة وتوفير كل سبل الوقاية للأطقم الطبية ما بين الأطباء أو فرق التمريض. لابد أن نحترمهم احترام شديد جدا، ونقدر الجهد الكبير جدا اللي بيقوموا بيه، وأنها مهمة وطنية من الطراز الأول. يعني بس عشان بنقول للناس انه ما نجتهدش ونقول حاجات عن المتوفى ودفنه في مكان من عدمه، او ان احنا نجتهد ونقول حاجات ملهاش اي سند في العالم حتى الان. بالعكس، بدأت بعض المؤشرات تبقى جيدة جدا في تشريح بعض الجثث في أوروبا، في معرفة أمور أكثر عن مخاطر هذا الفيروس وآليات علاجه. والحمد لله الأخبار الجيدة بدأت يعني تأتي في الفترة الأخيرة من عدد من المتخصصين من داخل وخارج مصر، أنه بدأت تبقى في إضافات وتطوير في بروتوكولات العلاج. بس إحنا بنأخذ بالأسباب، وده عن طريق اتباع السبل العلمية والأخذ بآراء المتخصصين، فبلاش نجتهد في الأمور العلمية والكلام فيها يكون للمتخصص فقط. ونرجو مرة أخرى التعامل مع مريض الكورونا ومع الأطقم الطبية اللي بتتعامل معاه وتكون قريبة من هذا الخطر بمنتهى الاحترام، لأنها يا جماعة المرض مش جريمة ومش خطأ ومش حاجة إن احنا يعني نعنف عليها الشخص أو نعاتبه أو نشير إليه كأنه خطر على مجتمعه أو بيسبب مشكلة لمجتمعه. بالعكس، المفروض إن كلنا نحاول نتكاتف من أجل تجاوز هذا الخطر. ويعني بشكر الدولة على فكرة إن الأمن ورجال وزارة الداخلية، وإن الدولة كانت قاطعة جدا في عملية عدم السماح أو عدم التجاوز في حق أي أسرة عندها فقيد طبعا نتيجة لهذا المرض والإصابة به، وأنهم الدولة بتسعى أنها تمنع أي خروقات للقانون أو تجاوزات أو محاولات تعطيل عملية دفن أي متوفى. يا جماعة نتعامل مع الأمور بشكل إنساني، مع الأخذ بالأسباب، مع اتخاذ كافة السبل الوقائية والاحترازية. كل إنسان من حقه يخاف على نفسه وعلى صحته وعلى أسرته وعلى أولاده، بس مش على حساب الآخرين ومش من خلال التجاوز في حقوق الآخرين. خلي احنا كلنا مجتمع واحد وكلنا أبناء وطن واحد، ولابد أن نعي حجم الخطر وإن احنا نتكاتف مش نتفرق أو إن احنا نختلف. طبعا عندنا مخاطر تانية زي الإرهاب ومشكلاته والناس الكتيرة اللي بتحاول تضرب استقرار هذا الوطن بأي شكل، ودي مشاكل بتضيف للأعباء الملقاة على عاتق القائمين على مواجهة هذه الأخطار. فمحتاجين كلنا نبقى إيد واحدة وكلنا نتكاتف قدر المستطاع في هذه المرحلة. توصية بتأجيل سداد 25% من رواتب اللاعبين في إنجلترا. طبعا إعادة النظر في الهيكلة المالية لعقود وتعاقدات اللاعبين والقيمة المالية لمستحقات اللاعبين على مستوى العالم هو أمر بيشغل إدارات الأندية وإدارات التسويق والتعاقدات في كل أندية العالم، بشكل خاص طبعا في قطاع الرياضة لأن نفقاته عالية جدا على المستوى العالمي في قطاع كرة القدم تحديدا، عفوا، لكن في القطاع الرياضي أيضا وبشكل عام. طول ما النشاط متوقف وطول ما هذه الأزمة الحالية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا باقية أو مستمرة، ده بيعلق النشاط الرياضي وبيؤثر على استمراره وبالتالي على الدخل من المباريات في الرياضة بشكل عام وبشكل خاص في كرة القدم، والحضور الجماهيري والتسويق والبث التلفزيوني، كل عوائد الرياضة المالية اللي هي دلوقتي طبعا متوقفة، وفي خسائر كبيرة لهذا القطاع شأن وشأن قطاعات أخرى كثيرة في العالم. ففي إعادة نظر في الأمور في خلال هذه المرحلة وإعادة هيكلة لبعض الأمور الاقتصادية والمالية. التفاصيل بتقول ان في توصيه من رابطه انديه كره القدم الانجليزيه ورابطه اللاعبين المحترفين باحقيه الانديه في ارجاء سداد ما يصل الى 25% من رواتب اللاعبين بسبب تفاقم ازمه فيروس كورونا المستجد. هذا الاتفاق بياتي كعنصر مساعد للانديه المنافسه في الدرجات الدنيا، طبعا الدرجات الاقل من الدوريات الاقوى او الاشهر او الاغلى في العالم زي البريمير ليج في انجلترا. لكن من المتوقع أن تتوصل أندية الدرجة الثانية لقرارات منفردة في هذا الصدد، أن كل مسابقة تقدر تضع بعض التصورات للتطوير المالي أو لإعادة الهيكلة والنظر في أمورها الخاصة بالنفقات والأمور المالية. ولكن طبعا الأمر بيزيد لأن حجم المبالغ والإنفاق بيزيد، وبالتالي المشكلة تحتاج حلول أسرع في المستويات الأعلى من المنافسات والدوريات اللي هي أعلى مستوى الدوري الممتاز أو أقوى دوري في كل دولة من دول العالم. طبعا في إعادة نظر في أمور كثيرة جدا وبحث عن أسباب أو آليات مختلفة لتخطي هذه الأزمة. الأندية بتبحث وبتناقش الأمور مع اللاعبين ومع إدارات التسويق والتعاقدات وكل القطاعات المالية. التوصيات بتشير إلى أن اللاعبين اللي بيحصلوا على أقل من 2500 جنيه استرليني، ما يعادل 3155 دولار أمريكي شهريا، ينبغي أن يحصلوا على الرواتب كاملة.
وفي بيان مشترك ايضا مزيد من التفاصيل حول هذا الامر، ان في بيان مشترك ذكرت من خلاله رابطه انديه كره القدم الانجليزيه ورابطه اللاعبين المحترفين ان الخطوه دي بتؤدي او هي يعني مترتبه على توصيات وليست توجيهات، بما ان هناك انديه ليست مطالبه باتخاذ قرارات فوريه في الوقت الحالي، ولكن زي ما نقول ده اطار عام يعني بيوضع امام الانديه، وانها لها ان تاخذ بهذا الاطار حاليا او ترجئ هذا الامر حسب الظروف الماليه لكل مؤسسه وكل نادي، او انه بيشوف الشكل الافضل اللي من خلاله يقدر يعيد حساباته وهيكله اموره الماليه. مش مطلوب طبعا وفقا لهذه التوصيات اي قرارات فوريه، ولكن ده هو ريكومنديشن، ده هو التوصيه الموجوده حاليا اللي على اساسها ممكن الانديه تتحرك او تتصرف في الفتره القادمه. البيان كمان بيؤكد النقاش مع مجموعه العمل، وانها ستتمكن هذه الرابطه من خلال هذا الامر من الاستماع للامور اللي بتشغل اللاعبين وتوضيح حجم التحديات الماليه، الاستماع لوجهات النظر المختلفه علشان التصورات والقرارات تبقى سليمه وتبقى مؤثره وبتراعي المصلحه العامه لكل الاطراف، طبعا الاجهزه الفنيه واللاعبين وادارات الانديه وادارات التسويق وخزانه الانديه وطبعا عباءتها الماليه او قدراتها الماليه، الاستمرار في ظل هذه الظروف من عدمه، الخسائر اللي بتتكبدها كل المؤسسات في العالم ومنها بالتأكيد المؤسسات الرياضية، الأندية الكبرى في العالم، أندية كرة القدم، النشاط الرياضي بشكل عام في كافة اللعبات، ولكن بتبقى في جلسات عمل أو حوار داخل منظومة القطاع الواحد من قطاعات الرياضة وداخل إطار النادي الواحد أو المؤسسة الواحدة للاستماع إلى رؤى ووجهات نظر مختلفة، ومن خلالها تتم صياغة أفضل القرارات وأفضل التوصيات للفترات القادمة. عائلة الكرة التونسية تدعم أول مصاب بكورونا. عائلة كرة القدم في تونس دعمت لاعب اتحاد بن قردان عمر زكري بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأعلن زكري إصابته بكورونا كأول لاعب تونسي يتعرض لإصابة بهذا الفيروس اللي تسبب طبعا في وقف وتعليق النشاط الكروي بل والرياضي بشكل عام على مستوى العالم، ولاعبون ومدربون في تونس ونقاد وعدد كبير من الشخصيات العامة في الوسط الكروي والرياضي التونسي طبعا بيدعموا هذا اللاعب، والمواساة اللي قدمت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بالتواصل مع المحيطين به أو أسرته من أجل التخفيف عن اللاعب والاطمئنان عليه وعلى طبعا مرحلة العلاج أو برنامجه العلاجي. المصري مصطفى الفرماوي زميل زكري في اتحاد بن قردان قال ألف سلام عليك يا صديقي العزيز، ربنا يشفيك ويشفي أهلك جميعا وترجع أحسن من الأول. والمدرب كمان واحد من المدربين الكبار هناك طارق جرايا أعرب عن طبعا أسفه للسماع أو لمعرفة هذا الخبر، وأكد أن اللاعب المصاب لاعب قوي ومحارب في الميدان أو داخل الملعب، وستكون كذلك إن شاء الله في هذه المحنة. ده بيحدثه هو، بيحدث اللاعب المصاب وبيقول له إن شاء الله هتكون قادر على المقاومة وقادر على تخطي هذه الأزمة والتعافي من هذا المرض بإذن الله. قال له شدة وتزول وإن شاء الله تخرج منها بألف سلامة. والرئيس السابق لاتحاد بن قردان أيضا يتحدث عن هذا الأمر وقال إن شاء الله ربي يشفيك أنت ومن معك، وقبل أن تكون لاعب اتحاد بن قردان أنت أخونا ولك علينا حق الدعاء، فاللهم لا ترنا فيه مكروها. بنتمنى طبعا الشفاء للاعب وتجاوز هذه الأزمة، وبنتمنى طبعا ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى يشفي مرضانا جميعا، وإن البشرية جمعاء ليس فقط على مستوى مصر أو الأمة العربية أو الإسلامية، الدعاء طبعا لكل البشرية ولكل العالم إنه يتجاوز هذا الخطر وهذا الألم النفسي الكبير، وأيضا المشكلات البدنية المصاحبة للإصابة بهذا الفيروس وحجم الأعباء الملقاة على عاتق الدول ماليا وطبيا وعمليا وعلميا، كل السباق اللي احنا شايفينه للتوصل لحلول فاكسين أو لقاح أو دواء لهذا المرض، كل اللي احنا بنشوفه في العالم من الجهود كلها منصبة على مواجهة هذا الخطر، إن شاء الله ربنا يوفق هذه الجهود ونستطيع أن نصل لحلول يعني تنقذ البشرية من هذا الخطر الكبير وكل ما سببه من مشكلات وخسائر على كافة المستويات النفسية والبدنية والطبية والمالية والاقتصادية، وفي المقام الأول طبعا الخسائر في الأرواح، وبنتمنى أنها تتقلص للحد الأدنى مع القدرة على كشف المزيد من الأمور المتعلقة بهذا الفيروس وآليات مواجهته في الفترة الجاية، وكل كشف أو كل سبق علمي إن شاء الله هيكون مؤثر جدا في تقليل الخسائر خلال الفترة القادمة البشرية والمادية إن شاء الله إلى الحد الأدنى. إلزام الأندية الجزائرية بالاتفاق مع لاعبيها حول الرواتب، نفس الأمور أيضا.
الاتحاد الجزائري مع الأندية الجزائرية، بحث الأمور المالية وآليات الاستمرار وكيفية الالتزام بالمستحقات، وفي نفس الوقت ما يمكن أن تتحمله خزائن الأندية مع توقف النشاط وعدم وجود تذاكر إيراد للمباريات، بث المباريات، عوائد من البث الفضائي أو التلفزيوني، الرعاية وتأثرها بتوقف النشاط، كل الأمور المالية طبعا اللي بتربك حسابات المؤسسات الرياضية والأندية على مستوى العالم كله. لجنة العمل والمراقبة المكلفة من قبل الاتحاد في الجزائر، الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تقوم بدراسة تداعيات ما بعد جائحة كورونا من النواحي التنظيمية والإدارية والمالية والقانونية، بتعقد أول اجتماعاتها عن طريق الفيديو كونفرنس برئاسة أيضا رئيس اللجنة خير الدين زطشي. وحرصت اللجنة على دراسة كافة تداعيات الأزمة ومدى تأثيرها على الأندية، خاصة فيما يتعلق بعقود اللاعبين وتخفيض رواتبهم خلال فترة التوقف. وانتهى الاجتماع إلى إجبار الأندية أو إلزام الأندية بالاستعانة بملاحق للعقود التي ستنتهي في يونيو، مع ضرورة التوصل لاتفاق مع اللاعبين قبل تطبيق إجراءات تخفيض الرواتب خلال فترة التوقف أو تعليق النشاط. وقررت اللجنة أيضا تأخير فتح باب الانتقالات الصيفية بناء على تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الفيفا. طبعا احنا ربما يعني كنا بنحاول ان احنا نتواصل مع عدد من اللاعبين والمدربين على مستوى العالم، بنعرف منهم الاخبار في بلادهم مع توقف النشاط، هل هناك فرص لعوده النشاط قريبا. كنا في حلقتنا اللي فاتت او الاسبوع الماضي في نفس اليوم وفي نفس حلقتنا من برنامج الاهلي الليله، ولكن في الاسبوع الماضي اذعنا لحضراتكم خبر ان الاتحاد الهولندي لكره القدم بيطرح فكره استئناف النشاط خلال الفتره القصيره القادمه وعوده النشاط الكروي والدوري الهولندي لكره القدم، لكن انه في تردد وفي رفض وفي نوع من المناقشات بتجري مع ادارات الانديه الهولنديه، خاصه الانديه الكبرى او الانديه الاشهر في الدوري الهولندي، لانه في مخاوف شديده من ان يؤثر هذا الامر سلبا على مواجهه انتشار الفيروس او يؤدي الى تجدد او انتشار الاصابات بين اللاعبين والاجهزه الفنيه. فاحنا بنشوف طبعا العالم بيقول ايه عن النشاط الرياضي في الفتره الجايه، هل في تواريخ محدده لاستئناف والعوده الى ممارسه نشاط كره القدم او الى استئناف الدوريات والمباريات والمنافسات الكرويه، ام ان الغالب هيكون الابقاء للامور على ما هي عليه الان حتى نتجاوز هذا الخطر وحتى تظهر امور جديده علميا وطبيا تسهل من مهمه عوده واستئناف النشاط الرياضي، ومعها يكون الخطر قد تم تقليله أو تقليصه إلى الحد الأدنى. مفيش أي أمر قاطع حتى الآن في إمكانية عودة النشاط الرياضي من عدمه. بدأت بعض التكهنات، بعض الآراء تطالب بعودة أجندات الدوريات أو بعض الدوريات الأوروبية، ولكن لم تحسم الأمور حتى يومنا هذا. طبعا عندنا عدد من الأمور، يعني ربما كمان نتكلم مع شخصية من الشخصيات الأوروبية إذا أتيح أننا نناقش أحد المدربين أو اللاعبين أو النجوم السابقين في الدوريات الأوروبية، نعرف منهم الأخبار ونعرف منهم أصداء انتشار هذا الفيروس ومردود هذا على النشاط الرياضي والمطالبات باستئناف الدوريات الأوروبية أيضا، والمطالبات بعدم الحديث عن هذا الأمر لأنه بيحمل درجة كبيرة من المخاطر في حالة استئناف هذه الأنشطة أو المنافسات الكروية مع بقاء الوضع الوبائي على ما هو عليه عالميا، ودون التوصل إلى حلول قاطعة علاجيا وطبيا، لأنه في ناس كتير جدا متخوفة من هذا الأمر. ده اللي هنحاول كمان نطلع عليه من خلال متابعات ومداخلات مع عدد من اللاعبين أو المدربين عالميا خلال تغطياتنا عبر قناة الأهلي في برامجنا المختلفة خلال الفترة القادمة. مشاهدينا، دي كانت مجموعة الأخبار اللي بنبدأ بيها حلقتنا النهاردة. فاصل ونعود، وبعد قليل هيكون معنا ضيفنا في الاستوديو الناقد الرياضي المتميز ورئيس القسم الرياضي في صحيفة الأهرام الأستاذ محمود صبري. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، وفي بدايه هذا اللقاء نرحب بضيفنا الكاتب الصحفي ورئيس القسم الرياضي في الاهرام الاستاذ محمود صبري. اهلا بحضرتك استاذ محمود، سعداء بوجودك معانا النهارده. وهنبدا مع حضرتك، اسمح لي قبل ما نبدا الحوار، يعني هتابع مع حضراتكم او هنشارك الان او هيشارك معنا من خلال سكايب واحد من اساطير الكره في سويسرا، واحد من اشهر اللاعبين في تاريخ الكره السويسريه،
طبعا هيعقب على تصريحاته واجاباته ناقدنا الرياضي الاستاذ محمود صبري، هو اللاعب وطبعا واحد من الكوادر الاداريه الناجحه جدا في قطاع الرياضه وفي مجال كره القدم، السيد رامون فيجا، هو نجم توتنهام سابقا، توتنهام الانجليزي سابقا، وواحد من اللاعبين اللي زعمله ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي، ومن الجيل اللي كان من افضل اجيال كره القدم في تاريخ سويسرا وزمله في فتره لعب كره القدم كلاعبين محترفين. معنا عبر سكايب السيد رامون فيجا. مستر فيجا، ويلكم. هالو مستر فيجا، اند وير سو هابي تو هاف يو وذ اس اند فور يور بارتيسيبيشن وذ اس توداي. مستر فيجا، اف يو هير مي، اف يو كان هير مي ناو، First of all, welcome, and we are happy and pleased to have you with us participating today in this interview. طيب، ربما في حاجة فنية أو في مشكلة تقنية في وصول الصوت أو الصورة، وربما خلال لحظات يعود ويشارك معنا اللاعب السابق في الدوري الإنجليزي وفي المنافسات أيضا السويسرية لكرة القدم رامون فيجا، وهو من أصحاب الخبرات الكبيرة اليوم في عالم الاستثمار والإدارة في كرة القدم، وهنتكلم معاه عن أمور كثيرة جدا، عن أجواء الحديث عن عودة النشاط من عدمه في الدوريات الأوروبية وفي سويسرا على وجه التحديد، وإن كان هو أيضا متنقل بين سويسرا وإنجلترا طوال الوقت، يستطيع أن يحدثنا عن الكثير من الأمور اللي بيجري العمل على ترتيبها في نشاط كرة القدم وفي المجال الكروي الإنجليزي حاليا. أستاذ محمود صبري، عندنا أكثر من خبر، طبعا الأخبار سريعة جدا، كثير منها طبعا ليس من الأخبار الرياضية، ولكن مهم أن حضرتك معنا تقول تعليقاتك على هذا الأمر يعني، ونسمع رؤيتك لهذه الأخبار. مستشار الصحة العالمية أو للصحة العالمية يحذر من استئناف المباريات بجمهور قبل الخريف، رئيس قسم الأخلاقيات الطبية والسياسة الصحية بجامعة بنسلفانيا ومستشار منظمة الصحة العالمية، يحذر من إعادة أي فعاليات رياضية بحضور جماهيري غفير حتى خريف 2021. رأي حضرتك إيه؟ هو في البدايه بس يعني اسمح لي بس ان انا يعني نعزي انفسنا، نعزي يعني شرطتنا وجيشنا، ويعني الحادث اللي حصل امبارح الرائد محمد الحوفي يعني ان شاء الله من الشهداء باذن الله تعالى، بإذن الله. وربنا يلهم اهله وذوي الصبر، ولكن هي دي هم دول الابطال، وهو ده الدور اللي هم بيقوموا بيه وقد ايه بيضحوا بحياتهم، وزي ما احنا شايفين يعني ربنا يكون بعون اسرهم اللي محتاجين مساندة في ظرف صعب زي كده. عاوز أقول كمان لازم أحيي كمان الأمن في أسيوط على اللقطة المهمة جدا، يمكن محدش خد باله منها، اللي هي تم ضبط سيارة أسلحة كبيرة جدا امبارح، يعني في الأمن يعني عين لا تنام ساهرة على حماية مصر. بقول لهم تستحقوا كتير جدا، تستحقوا يعني لو فتحنا الكلام وتكلمنا نقول هم دول الأبطال الحقيقيين اللي بيعملوا شغل، محدش بياخد، مش نجوم واخدين كل الشهرة، لكن هم دول النجوم الحقيقيين، الناس بتحس بيهم. عايز أقول حادث الأميرية امبارح يعني محدش كان يتوقع بالخسة والندال أن تصل الأمر في ظل ظروف البلد دي، يكون في كمان من يرتب ويخطط لأعمال إرهابية أو تفجيرات، عملية إرهابية وتفجيرات والكلام ده، ده دليل على أنه يعني نزعت الرحمة من قلوب هؤلاء. والحمد لله أن جهاز الشرطة ورجال وزارة الداخلية يعني ضربوا ضربة استباقية مهمة جدا لضرب هذا المخطط، من خلال طبعا الاعتماد على معلومات دقيقة جدا. أكيد، لا أكيد أكيد، لا يعني هم مدركين وعارفين، والدروس اتعلموا منها يعني في السابق ازاي في مواقف بيتم استغلالها بصوره باخرى. انا عايز اقول انه من يعني من وجهه نظر هم دول الابطال الحقيقيين، دول اللي استحقوا كتير من توجيه الشكر ليهم، والشكر مش كافي. رحم الله الشهيد، وكمان ربنا يشفي المصابين ان شاء الله باذن الله تعالى تعدي المرحله دي ان شاء الله. تضحيات مستمره زي ما حضرتك قلت، كان سبقها الكثير وستكون هناك الكثير من التضحيات من اجل هذا الوطن دايما، كل العاملين في القطاعات الاكثر خطوره اللي هي على خط النار وفي الخطوط الاولى للمواجهه مع المخاطر لحمايه هذا الوطن ولحمايه مصر والمصريين ان شاء الله. احنا طبعا بنكرر التعازي وبنقدم التعازي مرة أخرى لأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي رحمة الله عليه، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ولأسرته الصبر والسلوان، وكل طبعا التقدير لكل الناس اللي بتشيل هذا الوطن على أكتافها واللي بتتحمل المسؤولية وبتكون في الخطوط المواجهة الأولى على كل المستويات، مواجهة العمل الأمني، الظروف الطبية والصحية الاستثنائية اللي احنا بنمر بيها عالميا دلوقتي، ومنها طبعا مخاطر بتحيط بالمصريين، حجم المخاطر اللي بتحيط بالأطقم الطبية والأطباء وكل ما
يقدم من جهود عن طريق العاملين في هذا القطاع الصحي في مصر حاليا. كل هذه الجهود طبعا المصريين يعني بيقدروها تقدير لا حدود له، وأي خروج عن هذا الأمر أو عدم فهم لهذه التضحيات والحجم الأعباء وهذه المخاطر بيبقى خارج السرب أو مجرد أنه أمر لا يعبر عن الغالبية العظمى من المواطنين، بيعبر عن عدم فهم أو عدم وعي أو عدم إدراك لطبائع أو حقيقة الأمور. أرجع مع حضرتك للخبر ده أستاذ محمود صبري، التحذيرات من واحد من الشخصيات اللي بتتولى مناصب مهمة في القطاعات الصحية والطبية في العالم، والتحذير من عودة أي نشاط جماهيري أو حضور جماهيري غفير في استادات لرياضات مختلفة قبل خريف 2021. أكيد طبعا الناس خلاص وصل بها الأمر يعني إلى الذروة، يعني خلاص يعني مش هنا كمان، أوروبا دلوقتي في موقف صعب جدا، العالم كله زي ما احنا شايفين في كلام على انه مثلا بعض الناس قالت انه الدوري بتاعها هيرجع زي هولندا، قالت لك هيرجع في مايو او اعتقد في يونيو. في انجلترا بيحاولوا بيدوروا زي ما اتكلمنا يمكن قبل كده، او ان هم بيدوروا على يعني مدينه او اتنين ما فيهمش تواجد للمرض، فيبداوا يعملوا مباريات بدون جمهور رغم ان اللعيبه والمسؤولين رافضين حكايه اللعب بدون جمهور. فاعتقد ان التحذيرات دي كلها بتسبق، لانه في كلام النهارده بيتقال على انه كمان ما تنتظروش حاجه غير في 2022. في ناس بتقول لك لا استنوا، يعني نظريه التعامل عن بعد هتبقى مستمره المفروض، يعني ما تعتقدش انه المساله انتهت فخلاص تعود الحياه لطبيعتها، رغم هناك في تباين في الاراء، في من يطالب بخلاص الحياه. النهارده مثلا الدنمارك قالت لك خلاص هنرجع المدارس بدءا من الشهر الجاي، خلاص وكفايه اللي حصل ولازم نتعود، كل واحد يعني يحمي نفسه واسرته وطبيعته والحياه لازم تسوي. في راي اخر بيحذر من انه هيبقى كارثه لو حصل عاد الاختلاط بشده والحياه رجعت شكل الحياه العادي. في تباين، فطبعا هو ولازم تلاحظ النهارده يمكن في معركه كمان كبيره بين ترامب وبين رئيس منظمه الصحه وبطالبها وقطعها وبطالب بقطعتها نهائيا وعدم التعامل معها واتهم ان هو اعلن تعليق التمويل، اعلن تعليق يعني معموش بمهمته على يعني ايه. بص في تباين وفي شغل مش مفهوم، احنا مش فاهمينه، يعني اول مره يبقى في عنف في التعامل مع منظمه الصحه بهذه الصوره واتهمها بشكل صريح، وان هي كان المفروض تبعت وتروح الصين وتشوف وتعمل بعد كده تحذرنا وتاخد القرارات. فاعتقد الكلام ده بيبقى يعني زي ما بيأدي رسالة وبيحذر عشان لما تحصل حاجة زي كده يقول ان احنا عملنا توجيهات ونصحنا الناس والناس ما سمعش لكلامنا. هي مسألة في خطورة من مسألة العودة وفي خطورة من مسألة انك ترجع حتى، ولكن في نفس اللي حضرتك بتقوله ده سؤال تاني، هل حضرتك متوقع انه الكلام عن العودة او استئناف النشاط في 2021 او 2022 هل هو كلام واقعي ولا الناس بتحط أسوأ سيناريو وأصعب سيناريو حتى تأتي الحلول الحقيقية أو الأكيدة؟ لأنه في مؤشرات جيدة جدا عن تعرف على أمور جديدة في تشريح الجثث وفي التعامل مع آثار هذا الفيروس وما يسببه داخل الجسم، وعلى أساسه في بروتوكولات علاج جديدة بتنبئ بأخبار فيها قدر كبير من التفاؤل، في كشف بيحصل علمي كل يوم في علاج المرض. في جهد بيتم، فالناس بتقول احنا نتفائل ولا نقول نمشي ورا تصريحات الناس اللي بتقول هنرجع النشاط بعد سنتين وان الامر مش هيتحل قبل سنتين. حضرتك شايفها ازاي؟ انت لو عشت من غير امل تموت بالظبط. لا تتفائل طبعا، ولا تفائل، احنا عندنا تفاؤل انه الاسبوعين الجايين دول يحصل، يعني ربنا سبحانه ان شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى هو الامل كله في ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله، والامل في ربنا انه ربنا يلهم احد انه يكتشف حل للموضوع، يعني عشان بس ما حدش يدعي العبقريه، انه ربنا يلهم حد يكتشف علاج لهذا الفيروس، او ربنا سبحانه وتعالى يطهر السماء والجو منه خلاص. فانا عاوز اقول لك انه لا، الامل في ربنا والدعاء موصول متواصل للناس، يعني لازم تبقى الناس فاهمه كده. فاعتقد انه بلاش نروح للسيناريو الأسوأ، خلي عندنا امل. لو رحت للسيناريو الأسوأ هتبقى فيه هزيمه معنويه، خلي بالك، والقتل المعنوي هو اخطر انواع القتل، يعني المعنويات لو انهزمت هيبقى سهل جدا المرض يتمكن. انا عايز حضرتك تعقب على حاجه ثانيه، فاعتقد انه مساله هو بيديك السيناريو الأسوأ، لكن في نفس الشيء اعتقد في اللي بيحاول يديك الامل، فانت لازم تمسك بالامل انه ان شاء الله المساله ما تاخدش ال 2022. احنا انا عايز حضرتك تعلق على امر ثاني، وهنرجع لاخبار ايضا الرياضه وتاثرها يعني بالاخبار الطبيه عالميا. الناس اللي بتعمل مشكله بدون وجه حق وبدون علم
يجي يخرج أهل قرية لا ما تدفنوش المتوفى بكورونا هنا. ومنظمة الصحة العالمية قالت أنه لا نقل للعدوى عن طريق المتوفى طالما كل الناس بتاخد إجراءاتها الوقائية والاحترازية في الملابس يعني وفي التلامس مع الجثمان. وأكدت ده وزارة الصحة المصرية والمتخصصين. والمنطق ما بيقولش ان الشخص المتوفى يمكن ان يعدي، لانه ببساطه شديده لن يخرج الرذاذ، لانه لا هيكح ولا هيعطس ولا هيتكلم لانه متوفى. نقول للناس ايه يعني عشان بس نبقى بنخفف عن بعض الازمه مش بنزودها وبنتصرف تصرفات ملهاش سبب والحقيقه مش انسانيه على الاطلاق وملهاش اي مبرر. لا دي مش تقول للناس، ده الموقف اللي حصل في شبرا الهوى او شبرا البهو تبع الدقهليه، دي كارثه. يعني مش عاوز اتهم اهل القريه كلهم، اكيد في اهل القريه كلهم من هو رافض، لانه يعني الدكتوره رحمه الله عليها واسرتها ليهم تواصل اجتماعي داخل الاسره، لكن من الخسه والنداله ان يخرج البعض وتطالب انك تمنعني ان ادفن في بلدي. ده تصرف غريب، لكن في تصرف من القرى اللي حوالين القريه دي ان هم قاطعوهم منعهم من دخول تجمعاتهم وأسواقهم وبتاع، الله يفض رفضا الكلام ده. وكان المفروض يبقى القرار من داخل أهل الداهلية نفسهم بأنه دول لا دول يتحطوا كده في جنب عشان يعرفوا أنه اللي عملوه يتنافى مع الدين ويتنافى معه. وشفنا بيان من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وشفنا بيان من فضيلة المفتي، وشوف ده عار عليهم. وبعدين عاوز أقول لك في المواقف دي بتبقى فيه لحظات كاشفة يا استاذ محمد، بتبين المعدن وتبين الحاجات دي، ما انت هتعرف قيمة الإنسان فين، قيمته في المواقف اللي بيتعرض لها، هل هو معاك ولا هو مش معاك. فكون اللي حصل ده جريمة. أصل الحقيقة يعني والناس عندها حق، كتب التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي يقول يا جماعة الشخص اللي هيبقى رافض أو مش عايز متوفى بكورونا يدفن في المدافن اللي هو فيها أو في بلده، يبقى من باب أولى بقى ما يزعلش إن طبيب يرفض يعالجه لأنه خايف يتعدي منه. لو كان عيان ومريض وذهب لطبيب، المفروض دي رسالة الطبيب ودي مهمته. الطبيب خايف على نفسه أو على المحيطين بيه أو المقربين منه ويقول له لا مش هعالجك، يعني سؤال. هل يقبل هذا؟ مش معقول حضرتك، مش ممكن. الطبيب حاجة ده اللي هو النهاردة بيقدم تضحيات كبيرة جدا، المفروض أنا بقول لحضرتك سؤال، ما أنت تسأل الناس اللي عملت كده، لو كان ده قريبك ولا اخوك ولا والدك ولا ابن عمك ولا جدتك ولا مراتك ولا اختك هم اللي في الموقف، انت تعمل ايه؟ يعني ازاي يعني؟ ازاي ايه اللي حصل ده؟ وازاي الناس دي هانت؟ وازاي الناس دي يعني عاوز اقول لك ايه؟ طالما انت خلاص ما خفتش من ربنا خلاص بكل شيء تساوى عندك. يعني التصور غريب جدا يعني. وهي المسكينه يعني رحمه الله عليها مثلا، هي اللي حطت نفسها في المكان ده، يعني هي اللي اتصابت. وبعدين يعني ايه الاصابه من بكورونا بقت يعني تحتاج ما تدفنش؟ يعني زي الجماعه اللي هم مثلا ما رضوش تسلم والدتهم مثلا، ده عار، ده عار سيطاردهم حتى الموت، عار. وكمان طلع في الاخر ان ما ماتتش بكورونا، طلعت بازمه قلبيه. لا اله الا الله. فشوف انت وصلنا اصبح يعني عاوز اقول لك ايه، ومش عاوز كورونا يجي بعد قصه القلوب دي. يعني انت بعد قصة القلوب دي والغزة دي ها مش عاوز كورونا يجي؟ لا والحقيقة كان في حالة تانية في محافظة، مش عاوز يجي ويكشف لك الناس دي؟ كان في حالة تانية في محافظة من المحافظات ان صاحب عقار افتعل مشكلة مع طبيبة نقلت سكنها في مكان قريب من مكان عملها، وحاول انه ينهي التعاقد الجديد للسكن في المكان لانها بتتعامل مع مرضى كورونا، والدولة كانت حاسمة جدا معاه، وقالت الدولة اجهزة الدولة يعني بتتحرك في الحاجات دي وبتوجه الناس تقول لن نسمح بالمساس بشخص، بالعكس ده انتوا المفروض تسهلوا مهمة الطبيب اللي بيتعرض للمخاطر دي، مش تصعبوا عليه مهمته او يعامل معاملة سيئة، ده يستحق كل الاحترام. يا استاذ محمد، يا استاذ محمد انا بقول لحضرتك يا استاذ محمد، كورونا كشف يعني بص انت هدفة باتة من 2011 وشوف عملت فينا ايه، شوف المحن والازمات بتبين لك شكل الناس ايه وطبيعات إيه. يعني شوف انت ايه الانانية اللي احنا وصلنا لها. انا بقول لك كل ده اللي عندنا ومش عاوز كورونا تيجي، ده لازم تيجي، ده دول اول ناس لازم تاخدهم كورونا. لا اله يعني الا الله، يعني المساله يعني دول اللي بيعملوا كده فينا وبيمنعوا الناس، يعني منعوا واحده من حقها انها تدفن في مدافنها في قريتها وسط ناسها، يعملوا كده؟ دول بني ادمين اصلا؟ طبعا تصرفات يعني ماشي، ده اللي مانع طبيبه مش عاوزه تسكن ويعمل لها يلغي العقد ويعمل مش خلي بالك، وهناك كثير من التصرفات لم تنشر. ده اللي احنا عرفناه ووصل، ده اللي اتعرف اللي طلع على السطح، لكن في حاجات تانية غريبة جدا وتعاملات يومية وتصرفات قاسية جدا. أصبح في عند البعض، مش هقدر ما أقدرش أعمم لأنه في ناس كويسة جدا طبعا، أصبح عند البعض أنانية غريبة جدا.
في قساوه قلب يعني رهيبه جدا. في الحمد لله ان الحياه الشاذه دي استاذ محمود يعني قوبلت بتصرفات رائعه ركز على اظهارها للراي العام الكثير من المواطنين في مدن ومحافظات مختلفه، لا لا انهم لا لا يقدروا ويكرموا اطقم التمريض والاطباء ويستقبلوهم افضل استقبال ويتعاملوا معهم بافضل معامله ممكنه ويساعدوهم على اداء مهمتهم. يعني ده في الغالبيه العظمى الناس الفطره الخير هو فطره الانسان يعني ده الاساس. انت دلوقتي مهمتك ايه؟ نشر الايجابيه. المواقف الايجابيه هي لازم تتنشر، المواقف السلبيه زي دي تتلفظ وتاخد معاها اجراء وتعرف صاحبها وتقول صفته فلان كذا 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 عمل كذا كذا عشان يبان حقيقته. لكن الحاجات الايجابيه ومسانده المريض واهله ومسانده الاطباء ومسانده الشرطه والجيش ده واجب علينا في المرحله دي، لان كلنا في ايد واحد لازم نعديها ونتجاوزها. لكن النماذج السلبيه دي بص فرصه للناس دي تتحط في حجمها وتتعرف عشان الناس تعرف اهو اتفضلوا ده واحد كان زمان بيعملوا كده. لما حد يعمل تصرف زي مثلا في الفصل لما طالب يبقى معروف انه الطالب الفلاني ده مشاغب ده كذا كذا معروفين تحطها كده صور كده ليهم كده ما حدش بيتعامل معاهم. فانت مطالب انه الناس دي في قراهم او بين اهلهم او في منطقتهم وبتاع يتعلم عليهم ويتحط صورهم كده في اماكن الناس دي عملت واحد اتنين في وقت الازمات. ما هي وقت الازمات بتبان. بتبان معادن الرجال والاسر والعلاقات القويه اللي بتنتصر على الرغبات النفسيه. ماشي. فنتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى انه يعني المحنه دي تبقى منحه ان شاء الله من ربنا ونعديها ونتجاوزها باذن الله. طب خلينا يعني باذن الله الامور تتحسن والناس تعي طبعا اللي حضرتك بتقوله وغيرك. يعني شخصيات عامه كتيره في مصر وقيادات زي ما حضرتك قلت من بتمثل هيئات ومؤسسات كبيره ومختلفه في تخصصاتها في مصر اتكلموا حول هذا الامر، والشعب المصري الغالبيه العظمى منه كمان كانت حريصه على تاكيد هذا المعنى ورفض اي نوع من التعدي على حقوق الاخرين لانهم مصابين او قريبين من دوائر الخطر والاصابه والمرضى في فيروس كورونا. بالعكس دول يستحقوا مننا كل التقدير طبعا. التمريض والاطباء يستحقوا مننا ان احنا نعاملهم معامله افضل من العاديه وفوق الاستثنائيه. شالوا على الراس يا فندم. طب شالوا على الراس. تأجيل من رابطة الدوري الألماني لكرة القدم أو البوندسليغا، الاجتماع مقرر كان هذا الاجتماع لمناقشة العودة لاستئناف الدوري الممتاز في ألمانيا أو دوري الدرجة الأولى البوندسليغا، وتم تأجيل هذا الاجتماع إلى يوم 23 من الشهر الجاري بعدما كان سيعقد بعد غد الجمعة. والمنافسات طبعا متوقفة طبعا على هذه الاجتماعات والقرارات الخاصة بها. منافسات دوري الدرجة الأولى والثانية في ألمانيا متوقفة منذ منتصف مارس وحتى 30 إبريل بعد انتشار طبعا فيروس كورونا. وفي بيان رسمي للتأجيل قالت رابطة الدوري السبب وراء تأجيل الاجتماع اللي كان هينعقد أو كان مقرر له الانعقاد يوم الجمعة هو منح الأندية والروابط فرصة أكبر للاستعداد للقرار اللي حيكون هو الصادر عن هذا الاجتماع او اللي هيتخذ. حضرتك متوقع قرار باستئناف النشاط ولا تاجيل في المانيا؟ يمكن انت لو لاحظت انه بايرن ميونخ رجع للتدريبات من اسبوع او 10 ايام على الاقل. تدريبات بشكل يعني هو عامل يعني عاملين نظام ما فيش احتكاك ما بين اللعيبه في الملعب. نعم. لكن بيحاولوا يرجعوا هنا في تمسك بالحياه ورفض الاستسلام. خلي بالك من عوامل مقاومه المرض ده اللي هو عدم الاستسلام، واستسلمت هيسيطر عليك. خاصة الوهم والخوف ده دليل، ودي المشكلة على فكرة. المشكلة دلوقتي اللي احنا بنعاني منها انه بدأ الكثير يتسرب له اليأس مع استمرار الوضع. مع انه ناس مستغربة انها تقعد في البيوت. مع انه في ممكن يعني في درس وفي ناس بتستوعبه وتستفيد منه وفي ناس ما بتستوعبوش وشايفاه عادي وهيعدي. فاعتقد انه الالمان او الناس دي عنديها الروح لنشر يعني عدم الاستسلام وان احنا هنرجع مهما يكن. واعتقد الالمان هياخدوا قرار بعوده المسابقه. يعني تتوقع ان ده الاقرب؟ اتوقع انهم هياخدوا لا هيعقد 23 اتوقع ياخدوا قرار بعوده المسابقه. ممكن ترجع مثلا في مايو في نص مايو في اول يونيو يعني حسب ايه اكيد طبعا لانه هدي فرص للفرقه دي تعمل اعداد وتعمل كذا ومش هيبقى ايه بكره وتعالى يلا بينا نلعب. لا هنرجع نكمل كلامنا مع حضرتك ومتابعه هذا الحوار ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه ونجدد الترحيب بالكاتب الصحفي ورئيس القسم الرياضي في الاهرام الاستاذ محمود صبري. استاذ محمود اجتماع اليوم
الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم في مقر الأهلي في الشيخ زايد برئاسة طبعا بحضور ورئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي الإنتاج الإعلامي، لمناقشة الأمور الخاصة بمنظومة الأهلي الإعلامية والبحث عن آليات وسبل لتطوير قناة الأهلي خلال الفترة القادمة من حيث المحتوى ومن حيث كل الأدوات اللي بتتيح للقناة تقديم أفضل خدمة إعلامية ممكنة. أهمية ده في التوقيت الحالي؟ لا، هو ممكن كان الاجتماع ده ممكن اتأخر بسبب الظروف اللي احنا فيها دي، لأنه كان فيه مفروض طرح جديد بالنسبة لتقديم شكل مختلف داخل قناة النادي الأهلي من خلال تطوير كثير من الأفكار والبرامج اللي هتم مناقشتها وتوفير الدعم الفني بالنسبة لها بصورة مختلفة، وأنه كثير من الرؤى الجديدة اللي هي حتى يعني بعد انطلاقها في 2008 أعتقد أنه المرحلة الجاية تتطلب كثير من تغيير الملامح، مش الأساسية لكن الملامح نحو مجابهة ما يحدث على الساحة الرياضية من في الفترة الماضية اللي احنا ممكن تناولناها بشكل أو بآخر، محاولة تشويه الحقيقة وتصويرها بصورة غير جيدة، التطاول الكثير الزائد على النادي في ظل أنه النادي ما بيلجأش للرد على مثل هذه الأمور وبيترك الأمور لجمهوره وعنده القدرة على الرد والدفاع عنه بصورة أو بأخرى. فأعتقد أنه الاجتماع ده اجتماع مهم هتبان نتائجه، أكيد هيبقى فيه يعني نتائجه على أرض الواقع خلال الأيام اللي جاية فعلا، إيه شكل نوعية شكل التطوير هيبقى إزاي وهيبقى إيه الجديد اللي هيضاف، كل ده أكيد هيبقى في صالح جمهور النادي الأهلي إن شاء الله. طيب يعني هتمسك شوية مع حضرتك بالنقطة الثانية الخاصة بالرد على من يسيء للنادي الأهلي، ما بين الرأي اللي دايما بيقول أن النادي الأهلي يحافظ على قيمته وعرقته اسمه وتاريخه وانه لا ينزل الى مستوى من التجاوزات بيبقى للاسف موجود في كتير من الحالات في الوسط الرياضي او الكروي المصري، الاهلي لا يمكن ان يكون طرف في هذا النوع من السجال او الجدل غير المقبول او غير المهذب في معظم الاحيان، وانه الاهلي يفضل دايما بشخصيته بالشكل اللي يليق بيه باسمه وتاريخه وجماهيره وبطولاته ونجاحاته، والبعض الاخر بيقول لا، لابد احيانا من ان يكشر الاهلي اعلاميا وليس قانونيا عن انيابه، وانه احيانا يرد بشكل يفضح ويكشف زيف الادعاءات اللي بتهاجمه او بتحاول الناس انها يعني تربط بينه وبينها طول الوقت مقولات غير حقيقيه وشائعات واكاذيب، وان الاهلي احيانا يرد بنفس القوه والشراسه بل واكثر عنفا مما قيل عنه. حضرتك بتشوف الرؤيتين دول ازاي؟ الرؤيتين طبعا هو الاهلي لازم يحافظ على شخصيته، يعني ما ينفعش بعد العمر ده كله اخلي حد يجرني لطريقه، هو انا ماشي في الطريق اللي انا خلاص حطيته لنفسي وبسير عليه رغم كل الكلام، قصده مش جديد يعني دي فتره فراغ وزي ما انا قلت لك تعالى نخبط في الكبير، يعني يمكن يعني اهو الناس تبص علينا، ما خلاص افلاس في مرحله من مراحل الافلاس، فاقعد اتكلم واحكي في كلام ملوش معنى، وبعد كده يكلموك على الاحتراف واللي مش عارف مين والتعصب ومش التعصب، وهم يعني غريبه جدا كلوا وشربوا وناموا هنا في البيت، فيطلع بره بعد ما عمل كده ما تكلمش بقى على الاصل والاصول والاحترام والاخلاق، لا انت ما بتعرفش حاجه عن الكلام ده، المفروض انت اي مكان واي كيان في العالم واي بيت عنده مشاكله، بس ايه هي طبيعه المشاكل؟ خد حقك، شوهك، تطاول عليك، انت الكلام ده اللي تساله لنفسك، لكن لا يجوز ولا يحق ليك انك انت دي ما يعني انك انت تتحول لابتزاز بقى او انك انت يعني الواد اللي ملوش حل اللي بطالة. لا مش انت خدت مرحلتك، نجحت او ما نجحتش دي حاجه مش مسؤوليتي، النادي اداك فرصه وخد وده متعاقد معاك، يعني تلعب في النادي ده سنه ندمان انك تلعب، طب وافقت ليه لما انك انت ندمان خلاص دلوقتي عشان ما لكش مكان؟ هي المساله مساله مصالح، مساله يعني خلاص بقت مكشوفه والناس عرفتها يا استاذ محمد، لكن برغم ده كله والحفاظ على سمت النادي الاهلي وشكله، لكن لابد ان يكون لك ذراع على الاقل السير في الطرق القانونيه، لو انت مش عاوز ترد اعلاميا بالصوره كذا وسهل الرد اعلاميا وتبادل الكلام التراشق والتجاوزات الكلام ده، لكن انت لازم يكون عندك ذراع اخرى اللي هي الحفاظ على، وده احنا متفقين لا يليق بالنادي الاهلي هذا التراشق او التجاوز او انه مش يعني ما ينفعش انك انت توصل يدخل داخل بص الحلقه، ما ينفعش ان انا اجرك لملعبي، لو جرتك وانا نجحت هو دلوقتي ضاغط عليك وبيحطك في حطك في حته انت دلوقتي بتدافع عن نفسك،
في مسألة كل واحد يطلع واحد يقول لك ايه اصل البطولات مش عارف مين ما يعرف هنا بقى الرد المفروض يكون من مين يا يرد من نجوم الاهلي اللي هم اصلا صنعوا تاريخ النادي وشاركوا في التاريخ في البطولات دي يطلع يقولوا بقى قول بقى ورد بقى ودافع ده ما تشكيك في تاريخك طالع واحد بشك في تاريخه اصلا ملوش تاريخ يعني للاسف كل مشكلته انه جه هنا وما نفعش فجات له الفرصه نطلع يقول كلمتين عشان يرضي ممكن يبقى في الصوره ويطلع يرجع انا عاوز اقول لك ايه يعني ده يخليك انك انت يا اما الناس تطلع تتكلم كده يا اما ان انا الجا الى من وجهه نظره الجا الى الخطوات القانونيه ها اللي هي بتديني فرصه ان انا ازاي يعني كيفيه تحقيق هذا الامر وافضل اليه للرد اللي يليق بشكل وشخصيه النادي الاهلي هنرجع نكمل كلامنا عن النقطه دي ولكن هينضم الينا عبر الهاتف بنعتذر طبعا انه كان في مشكله فنيه او تقنيه في التواصل مع ضيفنا اللي كنا حريصين جدا على ان يكون شريك في هذا الحوار من خلال الاهلي الليله اللاعب وطبعا واحد من الكوادر الناجحه جدا في الاستثمار الرياضي والاداره الرياضيه ونجم توتنهام الانجليزي سابقا السويسري رامون فيجا معنا عبر الهاتف مستر فيجا هلو اند ويلكم تو ذيس انترفيو اند وير سو بليز تو هاف يو وذ اس توداي هلا محمد عليكم السلام عليكم السلام سلام عليكم and listening to you as well Mr. محمود صبري and his quite a famous and popular Egyptian journalist is listening to this interview and he will make some analysis for all your answers today Okay, perfect. No problem. Mr. Vega, first of all, how are things going concerning facing the dangers of the coronavirus so far in Switzerland, in England as well? Well, you might be hearing and following in the news. Of course, England is at the moment devastating, as you can potentially hear and see it as well, you know. From that point of view, it's kind of, worrying in one part, but that's something not just England, but the whole world at the moment really is in standstill. Switzerland, on the other hand, had a very scary period, about a month or so, because don't forget, Switzerland is right next to Italy. Italy, obviously, one of the worst it was in Europe. But Switzerland, I can see that they're really controlled now a little bit, a little more stable. But again, we're all waiting how this is going to go, to be honest with you. It's a little bit uncertainty, but worrying as well, you know. Allow me just to take a few seconds for translation. السيد رامون فيجا يقول إنه الوضع في أوروبا طبعا ما زالت الأمور متوقفة العالم الآن متوقف تماما ينتظر وفي حالة ترقب لما ينتج عن مواجهة خطر فيروس كورونا قال الأزمة في إنجلترا الأمور طبعا في حالة قلق شديد جدا من حجم المشكلة ومن حجم الأثار الناتجة عنها وطبعا تأثيراتها على كل الأنشطة بما فيها الرياضة وعلى المستوى السويسري أيضا قال الأمور في بتمر بمرحلة تخوف شديد نظرا لأن هناك حدود مشتركة لسويسرا مع إيطاليا قال سويسرا ملاصقة أو مجاورة لإيطاليا وهو طبعا السيناريو الإيطالي قال الجميع يعلم أنه كان أصعب وأسوأ سيناريو في أوروبا على الإطلاق فيقول أن كل شيء متوقف حتى إشعار آخر وحتى ينتهي العمل على أو نصل إلى نتيجة قاطعة ونهائية في القضاء على هذا الخطر أو هذا الفيروس Mr. Vega, I know you have plenty of good memories facing former Egyptian players like the twins Hussam Hassan and Ibrahim Hassan and the famous player as well Egyptian star three of them are mega stars in the history of football and Egyptian sports twins Hassan and Hani Ramzi as well you faced them in the field and what are your memories about facing Egyptian players Oh, well, I think I have some fantastic memories, but also nightmares because obviously the quality they're good players. And in my memories, I was playing at Grasshoppers in there in Neuchâtel Xamax. Neuchâtel Xamax in those days was a great team, and these two players really, really add the quality to the team. But also, they also added a little bit some culture to the Swiss society, you know. I think as kind of, you know, to have the Islamic side of how to pray before the games and everything, you know, that's one something has to be also be proud from them too as well to actually to introduce the culture of that side where in Switzerland in those days
yes, been seen, but not as much as a player. And I think they brought quite a lot of good things to Switzerland. I think they're very good memories in Switzerland. I have some fantastic memories from these two guys. Yeah, just a minute. Again, please, for translation. عندما كان لاعبا رامون فيجا واجه الثلاثي نجوم مصريين في عالم كرة القدم هاني رمزي حسام حسن إبراهيم حسن التوأم حسن وهاني رمزي بحفظ الألقاب للجميع كباتن كبار بالتأكيد في تاريخ الكرة المصرية وفي تاريخ النادي الأهلي أيضا بيقول إنهم كانوا إضافات كانوا لاعبين أقوياء في الدوري السويسري وفي الدوريات الأوروبية وكانوا بيتمتعوا إمكانات عالية جدا وقال كنت أتذكر عنهم بالإضافة إلى إنهم أضافوا فنيا للإمكانات الموجودة في الدوري السويسري ونوعيات اللاعبين المختلفة اللي بتحترف هناك إنه كانوا دايما منشغلين بأمور فارق الثقافة وكيفية أداء الصلاة وكيفية التأقلم على نمط الحياة ومواعيد الحياة وشكل الحياة هناك أسلوب التغذية الثقافة الموجودة كل العادات والتقاليد الأوروبية المختلفة عن عاداتنا العربية والشرقية والإسلامية بيقول لدي ذكريات جميلة عن مواجهة لاعبين مصريين في الملعب. As well I know that you're a very close friend and a good colleague for Rene Weiler, the current coach for Al Ahli team. How do you remember him as a friend, as a player, as well as a colleague in the field? And as a coach, what do you say about him today? And what do you know about Al Ahli Football Club? Well, first of all, I know Rene Weiler and David Cesar, both of them, you know, played with David Cesar at the national team as well. And Rene Weiler as well against him as well in the Super League and the Challenge League at the time in Switzerland, you know. Well, both first of all, the players they were very good players. At the generation of, we had some quality Swiss players coming through, and this is one of the two who came into it. Saying that as well, I think they went into management and coaching, and they've done some great jobs. One in Anderlecht with Rene Weiler as a coach, I think he's done a very good job there. And now I think he has a great opportunity with Al Ahli. And listen, I know the club is without a doubt one of the biggest clubs in Africa, and if not in the world as well. I follow that club. I've been following always because I think it's a fantastic fans, great followers, and it's a great opportunity for these to potentially do something with that. They have a great chance to win something, and I think they have the quality to do it. They have the discipline. That's the thing these guys can bring into it, and I hope they'll be successful with this club. This club is a wonderful club. I really admire the club as such. So you expect this experience for Mr. Weiler in Egypt and with Al Ahli club specifically to be a successful experience? It would. Yeah. Can you repeat the question again? You are expecting great success for this experience, having Rene Weiler as a coach for Al Ahli team and working with this internationally famous and popular team, Al Ahli club. You expect success for this experience? I think Rene Weiler and David Cesar know exactly where they got into it. You know, I think that's coming with responsibility. This club is huge, it's massive, you know. When you go into such a club, you know that you need to be successful, and you need to bring medals into the club. That's absolutely no doubt. Now, they know that. That's no doubt about it. And I think they will work with it. I think they will be, for certain, doing some good, great work and good success for them. Yeah. So I hope them and I wish them all the best, and also the club, because I think the club deserves to have such a management experience like Rene Weiler and David Cesar. We thank you so much. We're so pleased to have you with us today. Thank you for accepting our invitation to participate in this interview, Mr. Weiger. Thank you very much. السيد رامون فيجا أيضا قال أو اللاعب السابق في توتنهام الإنجليزي وصاحب الخبرات الكبيرة في عالم الاستثمار والإدارة الرياضية في عدد من الدول الأوروبية وتحديدا في كل من سويسرا وإنجلترا قال أنه كان زميل في فترة واحدة بفارق عام واحد بينه وبين ريني فايلر المدير الفني الحالي للنادي الأهلي وقال زملته أيضا في المنتخب السويسري وكان لاعب كرة قدم أكثر من رائع
وأيضا لديها الكثير من الذكريات عنه كلاعب متميز، وأيضا عندما اتجه للعمل في الإدارة الرياضية وفي التدريب وفي المجال الفني كمدير فني لكرة القدم حقق نجاحات كبيرة، أذكر منها الآن على سبيل المثال تجربته مع أندرلخت البلجيكي وكيف حقق نجاحا كبيرا مع هذه التجربة بالأرقام وبالنتائج، وله تجارب رائعة في عالم التدريب. قال: أعرف الكثير والكثير عن النادي الأهلي المصري، هذا النادي الذي يعد من أشهر الأندية في قارة أفريقيا بل وعلى المستوى العالمي واحد من أشهر أندية العالم على الإطلاق، وحجم جماهيريته بلا حدود كما قال رامون فيجا، هذا الجمهور الكبير جدا الذي يدعم هذا النادي العريق النادي الأهلي المصري. وقال: أتوقع النجاح الكبير لهذه التجربة وأنها مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق ريني فايلر مع نجاحه وإمكاناته كمدير فني أكثر من كفء، ولكن في نفس الوقت هو يتحمل مسؤولية كبيرة جدا، وأعتقد أنها سينتج عنها نجاح كبير جدا في الفترة القادمة لخبرات فايلر وللجماهيرية والإمكانات الكبيرة لدى النادي الأهلي، فإنه بيتوقع النجاح الكبير لعمل مستر فايلر في الوقت الحالي كمدير فني للنادي الأهلي المصري، وبيقول أن النادي الأهلي نادي شهير جدا ولديه كل العوامل المطلوبة للنجاح في عالم كرة القدم. دي كانت تصريحات رامون فيجا النجم السويسري اللاعب وأيضا الإداري الناجح جدا والمستثمر الناجح في مجال الرياضة ونجم المنتخب السويسري ونادي توتنهام الإنجليزي سابقا. أستاذ محمود صبري تفضل. لا طبعا هو يعني انت سالته سؤال مهم جدا عن موضوع حسام حسن، و هو واجههم في الملعب، هو يعني في الملعب في نيوشاتل السويسري كان ضد نيوشاتل وما كان في نيوشاتل ومع جراس هوب. ف يعني عاوز اقول انه من الحاجات دي كانت بدايات الاحتراف في الكره المصريه، يمكن من الاوائل يعني مع مجد طلبه، وفي الفتره القريبه اللي احنا يعني ايه بدانا نحط رجلينا في على الكره على خريطه الاحتراف، على خريطه الاحتراف يعني. حسام حسن وابراهيم حسن يمكن وقتها خدوا سنة أو التانية رجعوا الأهلي لما الأهلي يحتاجهم، رجعوا في الفترة دي يعني رمزي فضل إنه هو إيه يكمل تجربة الاحتراف. هو واجه الثلاثة في الملعب. هو واجه الثلاثة في الملعب. كان ماتش عصيب على فكرة، وفي حالات طرد حصلت كان ماتش صعب جدا يعني. حسام حسن اطرد وهاني رمزي خد انذار، ونيوشاتل فريق نجومنا المصريين فاز بالمباراة، وكانت مباراة يعني من مباريات المنافسة على اللقب يعني أو المنافسة المتقدمة جدا. فهو كون انه فاكر الكلام ده، في ماتشات بتلعب بتعلم ما بتتنسيش في تاريخ المشوار مع لعيب كبير زي كده يعني، كمان خاصه لعب في توتنهام وعمل معاه نتائج كويسه جدا. التجارب الاحتراف باللعيبه المصريين ده على فكره ملف كبير بيحتاج يتقال فيه كلام، خاصه استاذ محمد ان احنا كمان عندنا مشكله يمكن من بعد 2015 2016 ما عندناش لاعب محترف طلع من الدوري المصري، يعني ما فيش حاجه خلاص يعني. العمليه بعد ما كان وصلنا الى 15 و16 لاعب محترف، الان اصبحنا اعتقد 6 او 7 او 8 غير الحاجات الثانيه الغير معلنه دي، احنا ما نعرفش عن حاجه، احنا بنتكلم على اللعيبه اللي هي بتبقى ضمن صفوف المنتخبات، يعني مقارنه باي دوله في افريقيا احنا الاقل. يعني انت محمد صلاح، بعد محمد صلاح هتحط مثلا تريزيجيه والنني والمحمدي، وبعد كده مثلا وتقف ما تلقاش حاجه. العمليه دي محتاجه فعلا، محتاجه ستوب، محتاجه نقطه، محتاجه بحث، محتاجه دراسه. ليه التراجع الرهيب ده؟ ليه الابتعاد؟ ليه مفيش؟ ليه نضبت المواهب في الكره المصريه؟ نضب المعين بصوره لازم تلاحظها وبصوره تحط عليها. فاعتقد انه اولا يعني المداخله يمكن ألقت الضوء على مثلا ريني فايلر، هو اتكلم عليه انه يعني كان مميز جدا مشواره كلاعب وفي نفس الوقت كمدرب مميز، وده يخليك برضه على اقول على حاجه انه مش كل لاعب كوره كان يعني نجم كسر الدنيا ممكن ينفع مدرب. يعني كثير جدا الناس يعني لا، ومن مورينيو خد العبره، ده ما لعبش كوره، ها ده درس وتعلم وبقى سبيشال مان زي ما بيقول، لكن هي الكوره بتدي توصلك للطب وتنزلك القاع برضه نفس المرحله. هم رجعوا قالوا بعد كده، رجع تم تصحيح المعلومه دي وقالوا ان مورينيو لاعب كوره وفي مؤتمر مشترك بينه، بس ما كانش نجم، لم يحصل على شهره، وكان في مؤتمر مشترك بينه وبين مدير فني اخر شهير انا مش فاكر مين، قال انا مش متذكر مسيرته كلاعب، قال انا اعلم انه مدرب مرموق ومن الاشهر عالميا، ولكن قال لا اعرف الكثير عن مسيره مورينيو كلاعب، قال اذا كان في فتره معينه فكروني بيها، لانه كان في سجال في مؤتمر ما لانه سوء المدرب عنه، قال ما اعرفش السي في بتاعه كلاعب. فهو بيحسب زي ما حضرتك قلت على من لم يلعبوا كره القدم وبرعوا في التدريب. طبعا لو تيجي تتكلم على يوهان كرويف على عكس مارادونا، انا بس نقيب مارادونا يعني، لا ويوهان كرويف يعني كرويف شوف كان عامل ايه في الكوره، شوف الدنيا يعني كان لعيب ما يجيش تاني، لكن بس ما يعني لم ينجح على المستوى
على مستوى العمل، لانه ده بتبقى عمليه على ما يبدو يعني اصرار وعمل وجهد. واحد عنده وعاوز يعمل لنفسه كيان، واحد هو شايف نفسه كيان نفسه، فيعني ايه ممكن المساله ما بتديهوش بالصوره المطلوبه. واحد طور وتعلم وذاكر ودرس وصل للي هو وصل له، ها وهو النهارده هو مثلا شوف انت بعد ما كان التوب ودوري ابطال اوروبا لكن ايه الكوره مثلا دلوقتي هو نزل دلوقتي في المستوى، لكن عنده اصرار انه ايه ما يستسلمش وانه يرجع. دييجو ارماندو مارادونا كان لعيب اللي انا بقول لك، ولما مسك منتخب لما خد وتجاربه كمدير فني سيئه جدا، لما خد منتخب عمل ايه؟ مفيش، ومعتمد على اسمه. هي مش بالفهلوه يعني، مش بالفهلوه ولا مش مرتبطه بنجاحك، لا 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 لا، ده يعني مرتبطه بجهد، بمذاكره وعمل وشغل وكمان قبل ده كله يسبق ده كله التوفيق وعدم التوفيق. هو هنا بيقول ان ريني فايلر رامون فيجا بيقول انه بيتمتع بالقدرات في المجالين كلاعب، انه كان من اللاعبين المميزين جدا في سويسرا على مستوى الانديه الكبيره في سويسرا والمنتخب السويسري، وبيقول على مستوى خبراته كمدير فني بيشوف ان له بصمات مميزه جدا في العمل كمدير فني وعنده قدرات عاليه كمدير فني. ما انت دي لازم تلاحظها مع النادي الاهلي، يعني لما تقول الاهلي في ايام لاسارتي حاجه ودلوقتي حاجه تانية، رغم انه لسه فاضل اكتمال البناء لسه، يعني اكتمال البناء والوصول الى التوب يعني، بس حصل تطور كبير، لكن في تطور، في نقله حصلت، عاوزه تكمل بقى، عاوزه تكمل بقى. اعتقد اللي هو يعني بتبقى في مرحله اولى بعد كده في مرحله تانية، لكن هي الظروف الحاليه دي لسه اعتقد لسه يعني في مشوار ان شاء الله، يعني اعتقد ان هو مطول مع النادي الاهلي لسه المساله اعتقد فيها كلام في المرحلة الجاية، لأنه يعني ممكن لما نشوف عودة المسابقات دوري أبطال أفريقيا بعدها كلام كتير يتقال وتقلك ونقول إيه اللي حصل وإيه النقلة النوعية وإيه التطور وإيه الشغل وإيه العمل والكلام ده اللي عمله فايرا في النادي الأهلي. طيب خلينا نرجع لحديثك قبل ما نبدأ في مداخلة اللاعب السابق والإداري الناجح في أوروبا حاليا في مجال الرياضة والمستثمر الرياضي رامون فيجا. كنا بنتكلم عن الشكل الأفضل للرد. حضرتك تعلم الإشكالية اللي موجودة دايما، الأهلي بيحافظ على قيمته والشكل اللائق بيه وأخلاقياته ومبادئ النادي الأهلي حتى في رده على أي تجاوز بياخد السبل القانونية. نعم. البعض لما بيبقاش في رد مباشر بالشكل اللي قلنا عليه إن الناس طالباه، بعض الناس بتطلبه اللي فيه تراشق وتجاوزات، إن يبقى فيه السجال ده موجود وإن الأهلي ينزل للمستوى ده أحيانا عشان يرد على من يهاجمه بهذا المستوى. في ناس بتقول يا جماعة هو أنتوا لما الأهلي بيسكت بنقول حاجة من اتنين، في ناس بتقول هل ده ضعف؟ النادي الاهلي عمره ما كان ضعيف. في ناس بيقولوا هل ده قبول للمعلومه اللي قيلت او للتجاوز في حق النادي الاهلي، هل المعلومه دي او الافتراء ده او الادعاء ده هل ده مبني على معلومات دقيقه او صحيحه؟ وحضرتك بتقول ان دايما بتبقى كذيب وشائعات وافتراءات ما لهاش اي اساس ولا اي سند. طيب ازاي الاهلي حقق المعادله الصعبه انه يحافظ على شكله وقيمته وعرقته واسمه اللي دايما هو بيقود الانديه المصريه والعربيه والافريقيه، وانه يقدر يرد في الاوقات في بعض الاوقات ولا يسمح بالمزيد من التطور؟ المعادله زي ما قلت لك هي معادله صعبه جدا، بس زي ما قلت لك في هنا في يعني الزراعة القانونيه، وفي نفس الوقت انت تجيب ناس من نفس الجيل تطلع ترد تبين الاكاذيب دي بالاسلوب بتاعك اللي قائم على الحجه والمنطق والمعلومه، وافضح اللي عامل نفسه يعني بطل وهو مش بطل. يعني اللي طالع يشوه ده بالصوره بيعتمد على ذاكره النسيان وان الناس مش ذاكره. ده راجل بيقول لك المباراه اتعملت واتلغت بعد 6 دقائق، والمباراه اصلا كملت وخلصت واتلغت بعد 85 دقيقه. هي نفس المباراه اللي شغال عليها التاريخ. مباراه 96، مش هنخلص من 96. مش هتخلص من هدف الكابتن حسن شحاته. اللي هو اصلا ما كانش يحسم الدوري اصلا، الدوري كان لسه فيه ماتش او اتنين. خلاص هم اتبنت الحدوته والذكرى على الكلام ده. خلاص وفي ناس متقبله وبيتم الضحك عليها بصوره او باخرى، لانك لما ترجع تشوف مثلا تصريحات او كلام اتقال مثلا من حد بحجم الكابتن حسن شحاته والمنطقيه واللي اتكلم بيها وانه امتى تخرج من المساله دي، لكن هو في اجاده للعب على ايه؟ على وتر الجمهور، وان انا بسير وبسخن وبعمل وبطلع، كلها اكاذيب ومغالطات من ناس اصلا يعني كلامها واضح خلاص، الناس اتكشفت بالنسبه لهم. لما اجيب واحد وكل همه القضيه ايه؟ القضيه الثانيه اللي شغال هي قضيه نادي القرن. طب يعني يجيبوا مين طيب تاني يقنع انه الاهلي هو نادي القرن؟ تجيب مين ايه تاني؟ هتقعد في القضيه يقول لك ولابد والقتال لاخر لحظه، وانه يا جماعه غلط.
يا جماعه الموضوع حسم، دور على حاجه تانية. بالظبط الموضوع دور على حاجه، الموضوع حسم انتهى، ما يصحش تقعد فيه العمر تقضي فيه عمرك كله ده على حسبانك انت، وبعدين بتقول ظلمته، ما يصحش كده يعني. انت ايه الهدف؟ طب ما تخلي عادي يعني، ما تخلي الامور عاديه، خلاص انتهى وحسب قانونا، واللي حطوا القانون عملوه وقالوا كل الاتهامات تنال من المهندس مصطفى مراد فهمي بالصوره دي يعني طب خلاص مشي مصطفى مراد فهمي وتوفي رحمه الله تعالى مهندس عام، وكل المصريين في الاتحاد الافريقي مشوا، وكل اللي بيديروا الاتحاد الافريقي دلوقتي مغاربه 100 100 كده 10 10 الناس ارتاحت 100 100 خلاص وصلنا للهدف، هو ده المطلوب خلاص. احمد احمد مشي كل المصريين من الاتحاد الافريقي، تعرف كده سعادتك؟ ما خلاش حد يعني الا نادرا خلاص، وتم استبدالهم اما باخوه من المغرب او تونس، غير بقى لا فرق بقى من نيجيريا ومن غانا وكلام، لكن المصريين مش موجودين. استبعد الاغلب الاعم. ايه السبب ده؟ خلاص بقى، ما انا هم اعتبروا ان المصريين يعني اتاخدوا في بجمله عسى حياته، وانه دول رجال عسى حياته. يعني ايه عسى حياته اللي كان بيتقال عليه واحد واثنين وثلاثه واربعه وتهاجم تعال انت شوف بقى اللي حصل ده، البطوله بتتقسم وانتوا قاعدين واحنا قاعدين بنتفرج. واحد بيقول لك البطوله الجايه خدها الوداد، يعني ايه خدها الوداد؟ اقول لك اصل اداله وعد، واحنا بنلعب حكشه في الشارع، وانا ما كسبتك المره دي خليك تكسبني المره الجايه. الكلام ده غلط في منتهى الخطوره. يعني عايز اقول لك ايه؟ يعني صراعنا مع بعض على حاجات حسمت وانتهت وصلتنا لمرحله احنا بقينا الاقل في افريقيا. يعني احنا مش ناظرين للخطر ان احنا اصبحنا لقمه سائغه للاخرين. ياكلونا اكل. فتفرغنا لصراعات جانبيه وكلام في البعض جرنا للمساله دي لاغراض نفسيه وشخ، هو عنده حقد داخلي داخل مثلا الاهلي فعاوز يطلعه، جات له فرصه كان نفسه يلعب ما لعبش. لو كنت قعدت معاه وسالته يقول لك اه كان نفسي، اتحرمت من الحته دي. انا كنت المفروض ابقى الاولى. طيب والافضل. برضه سؤال تاني، ليه ما نتجاهلش الكلام ده خالص؟ يعني الاهلي هو النادي الاهلي بما حققه بنجاحاته بتقام بتاريخه بشعبيته اللي هي بتزيد مع النجاحات والبطولات اللي بتتحقق كل سنه اما محليا او افريقيا، وفي بعض المواسم بيكون على المستويين حتى لو ما كناش لسه خدنا البطوله بقالنا فتره وبنحاول العوده افريقيا، لكن بنزود رصيد بطولاتنا حتى عن طريق الدوري العام. لماذا لا يتم تجاهل كل من يتحدث عن الاهلي يعني بشكل سلبي او بيهاجم النادي الاهلي ويقلل من شان نجاحاته؟ لانها هذا الكلام او ذاك مش هيغير من حقيقه ان الاهلي سباق على المستويات المصريه والعربيه والافريقيه بل والعالميه في الارقام القياسيه وفي عدد البطولات. انا محتاج ادافع عن نفسي ليه؟ الارقام هي اللي بتتكلم عني كمؤسسه كبيره كالنادي العريق النجاح الكبير ده. لماذا لا نتجاوز كل الكلام ده والمعطرات دي؟ دي وجهه نظر ثانيه خالص عايز اسمعها. ما انا بكلم هو جرك، عاوز اجرك في الحته اللي احنا بنقول عليها الحته اللي هناك دي اللي هو التشكيك والكلام ده. في حاجات ما سكتش عليها يعني، انا معاك مش مختلف معاك على فكره، ودايما بيتقال الرد بيكون في الملعب ما بيكونش في بره الملعب. لا، الرد يكون في الملعب، لما ارد عليك في الملعب اعمل زي ما انت عايز. يعني قبل كده مثلا اتقال على الكونفدراليه انها بطوله تافهه وملهاش لازمه، وبعد كده البطوله بقت هي كل البطولات. سبحان الله، يعني تناقض غريب في المواقف. في حاجات انت ممكن تغض عنها الجانب وتسيبها ما تبصش ليها، لكن في حاجات غير مقبول انك انت تمسها، ما يصحش. انا بجدد للاعبتي، انت ايه دخلك في الموضوع؟ يعني ايه طرف انت، ايه اللي دخلك كطرف؟ عاوز توصل رساله انه الاهلي ما بكذا؟ لا، ما حصلش ومش هيحصل. في الحالات دي انت لازم ترد. اما بقى حالات ما 96 و97 و98 99 ده ممكن تسيبه، ده كلام ده كلام هاري ملوش لازمه، بدور على اي حاجه وخلاص اخبط فيك. لكن في امور لا، لما تخص الداخليات بتاعتك وبتاع، طالما انت ما بتتدخلش وما بتجيبش فلان وعمل ده، انت برضو انت لازم تكون مطالبك، انت مالكش علاقه. فلان مشي، فلان قاعد عنده عند الزمالك مثلا او راح او اي نادي، مالكش دعوه، مش ما تكلمش عنه انت خالص. انت عليك ان تنشغل بنفسك، انت مثلا منشغل بنفسك، هو منشغل بيك. يعني هو الليله كلها عليك انت، هو مش منشغل بنفسه. طب ما بيقولش حاجه عنده، هو كل حاجه زي الفل وتمام 100 100، ولو جيت عنده اتكلمت يقلب لك الدنيا ويعمل لك الجو ان هو يعني احسن. هو
صراع داخلي بيحصل بيتم يعني الترتيب ليه قبل ما نبدا نخبط في النادي الاهلي. فاللي انا عايز اقوله يا استاذ محمد، انت في كل ده في حاجات ما تغفلش عنها وفي حاجات ما تردش عليها. اللي ما تغفلش عنه اللي هو حاجه تخص كيان الفريق عندك، نقرب طلع لك خبر طلع ده، بيبقى لازم بقى في رد، ما بقاش في صمت وسكوت، لانه خبر على خبر على بتاع يعمل لك نوع من الازعاج ويعمل لك نوع كانه امر واقع وحقيقه وبتاع ويعمل لك مشكله. لكن الامور بقى التاريخيه اللي لما طلع لك مش عارف مين من تحت الارض جاي يطلع ويتكلم، ما دي ده مش مسكين مش ده، ما لازم دي الحاجات اللي ممكن بقى او يجب يعني لا ما هنطلع بقى الكلام ده عشان دي هتلقى ايه بتشفي غليل البعض اللي هو مريض نفسيا انه شايف نفسه انك تدي مساحه. انا سامح يعني انا مغلول منك مش لاقي فرصه عليك اعمل ايه، فهجيب لك حد يشتمك، لكن انا مش قادر اواجهك. من هذا الكلام ان ده يتاخد يتبني عليه انه الرد ما الرد مش هيكون هنا، الرد هيكون في الملعب. جميل. هنتكلم شويه عن اعاده هيكله امور كره القدم عالميا. هل تعتقد ان طبعا الازمه الحاليه اللي بتفرض نفسها على النشاط الرياضي الكروي في العالم كله وبالتاكيد في مصر ايضا هتلقي بظلالها في الفتره الجايه وهيبقى في اعاده حسابات وهيكله ماليه على مستوى الانديه المصريه؟ خلينا دايما نتكلم واحنا معنيين بالنادي الاهلي وبتصورك لما كيف سيتعامل النادي الاهلي مع هذه الامور خلال الايام القادمه. ده مش النادي الاهلي يعني، هو انا كنت اتمنى انه لعيبه النادي الاهلي يطلع حد فيهم ياخد خطوه بامانه شديد. أنا كنت أتمنى إنه حد من كابتن الفريق أو جماعة اللعيبة الكبار يطلعوا ياخدوا خطوة في المساندة للنادي في الظرف ده. يعني هو النادي واقف معاك على طول، ما بتخلاش عنك، بيديك كل حقوقك، يجي وقت ظرف خارج عن إرادة النادي وعن إرادة البلد وعن إرادة كل حد في العالم اللي إحنا شايفينه، ما يخرجش حد يقول يطرح طرح يا جماعة إن إحنا هنعمل كذا. يعني شيء محزن يعني كابتن صلاح حافظ عارض الكلام ده على اللعيبه الكبار واتكلم معاهم تصريحات يمكن ليه امبارح، وان هم الناس استجابوا. لكن انا كنت نفسي يبقى الخطوه السباقه تبقى من الاهلي، والاهلي هو اللي بيحط الخطوه الاولانيه وبعد كده الناس بتبقى. لكن في انديه ثانيه خدت الخطوات دي. كنت اتمنى ان لعيبه الاهلي يكون عندهم الخطوه المهمه دي مسانده للنادي، دي اقل شيء ممكن يتم تقديمه. اعتقد ان الامور هتتغير كتير جدا ماديا، هتبقى الظروف صعبه يعني خلال الفتره اللي فاتت، لو اتاخرت كمان مساله العوده المنافسات هتبقى برضو الامور تزداد صعوبه. لكن الصعوبه كمان مش على فرق الكره بس، كمان صعوبه على الفرق الثانيه والالعاب الاخرى، وعندك العمال والاداريين والموظفين الناس اللي هي شغلها اللي كمان ده هتبقى فيه مشكله، لان النادي الاهلي مؤسسه ضخمه طبعا جداً. لا طبعا عالية جدا طبعا. فانا بقول لك، فانت لما تبص يعني كابتن صلاح حفيظ فعلا لما قال انه الاهلي مش اغنى من برشلونه ولا ريال مدريد ولا بايرن ميونخ عشان الناس دي تاخد قرار وتاخد موقف. يعني شفنا ميسي عمل ايه وخد مع زمايله، عمل بيانه وتم تخفيض 30%. غيره في الدوري الانجليزي نفس الشيء برضه، يمكن الاتحاد نفسه عمل قرار من الاخبار اللي حضرتك بتقولها. الاتحاد نفسه بيقول توصياته بيعملها وبيترك الانديه مساله التفاهم. الاتحاد الدولي حتى نفسه في الجزئيه دي قال لك لابد يبقى في تفاهم ما بين اللعيبه وايه؟ والانديه انها تبقى في مساله تقريب، لانه هي المساله مساله شراكه وارتباط يا جماعه. مش مساله يعني ما يعني علاقات ماديه فقط، لا ده علاقه وارتباط وجمهور وحكايه. فانت كان ابسط ليك ابسط خطوه تقدمها انك انت تعلن الموافقه على التخفيض اللي انت شايفه، واحنا هنقدر نخفض الجزئيه دي لغايه هنا. فلا اعتقد انه هيبقى في تاثير في الايام الجايه، واعتقد انه كمان كابتن محمد خطيب لما طلب من اعضاء مجلس الاداره ان كل واحد يقدم تصوره ازاي يتم البحث عن موارد اداره الامور الماليه في الظروف اللي جايه. اعتقد حاجات كتير من الاقتراحات اللي اتقدمت اللي هيتم ناقشتها في الاجتماع المقبل، هيتم على اعتبار الفيديو كونفرنس ويتم طرحه واتخذ عدد من القرارات ستكون في صالح النادي الاهلي. الدوري المصري هل هيستأنف هذا الموسم مع بقاء الازمه الحاليه؟ هل تتوقع يا استاذ محمود ان الدوري سيتم استئنافه، ان الدوري والنشاط الكروي هيعود؟ هيعود ان شاء الله، لا بديل يا استاذ محمد. بس عندك مشكله في حاجه، طب هتحدد سيبك من مين هتحدد بقى يعني الدوري، مش بنتكلم على السنين اللي جايه، قصدي يعني النسخه الحاليه. ما انا بكلمك، لا انت سيبك من تحديد بطل الدوري، سيبك من مطالبه البعض اللي في موقف مثلا 6 7 8 انديه بيحاولوا يلغوا المسابقه عشان طب تحديد الهبوط هيبقى ازاي؟
طيب الصاعدين من الدو ممتاز به للدرجه الاولى هيبقوا ازاي؟ طب الهابطين من ممتاز به للدرجات الادنى وصعود الاعلى. انت تعرف انه في مطالبه ان الدوري ب 24 نادي السنه الجايه؟ خلاص نلغي الدوري ونصعد من الست انديه الاول والثاني من الثلاث مجموعات ونلغي الهبوط هنا ويبقى يعني شوف انت التفكير وسط يعني يبقى ست يعني يبقى 24 نادي يعني على 18 نصعد الاول والثاني من ايه؟ من الممتاز به خلاص؟ والهبوط من تحت مش عارف بتتعمل له ترتيبه لو حصل كذا، لا الدوري هيرجع وهيتعمل وهيكمل باذن الله تعالى ان شاء الله، واعتقد الكلام ده يتم يعني مثلا ممكن في شهر يونيو على الاقل. انت محتاج شهرين ها؟ ونص على الاقل مثلا ها؟ لاستكمال مسابقه الدوري. لاستكمال مسابقه الدوري، لانه في ناس ايه عاوز تحط طرح ايه بقى؟ يقول لك ناخد الاول اربعه في الدوري نعمل منهم دوره مجمعه ونحسب طب والباقي؟ طب الناس الثانيه ممكن عندها امل انها تدخل في افريقيا عندها فرصه. فانا عاوز اقول لك ايه في لكن اعتقد انه اتحاد الكوره الحالي هيبقى حريص على انه يكمل المسابقه وان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله تكمل المسابقه باذن الله تعالى. يعني واحنا يعني قربنا من ختام الحلقه في الدقائق الاخيره من هذا اللقاء يا استاذ محمود، عايزين نتكلم عن لسه كان بيثار كلام كتير عن الاهلي ونجومه، من لم يستمر انتهى مشواره في الملعب، من انتقل او تعاقد مع نادي اخر زي احمد فتحي وانتقاله الى بيراميدز، كان في اقاويل وشائعات تم تداولها انه النادي الاهلي سيتجه الى تجميد نشاط احمد فتحي داخل النادي بعد ان وقع على نادي اخر، والنادي الاهلي نفى الكلام ده جمله وتفصيلا، النادي الاهلي عنده اداره وعقليه احترافيه في التعامل مع الملفات دي، والمفروض ان عنده واحد من كبار نجومه الى اخر يوم في ايام تعاقده. والنادي الاهلي وجه الشكر لاحمد فتحي على كل ما قدمه ونجاحاته مع النادي الاهلي، وانه له الحق في ان يختار ما يشاء في الفتره الجايه، وابدى كمان تمسكه لاخر وقت باحمد فتحي في عمليه محاوله تجديد التعاقد والتفاوض. شايف ازاي الكلام ده عشان يحسم بشكل نهائي؟ اولا مساله يعني اللقطه بتاعت احمد فتحي وشايف كرامي دي لقطه جديده على فكره علينا. على الدوري المصري ان يبقى عندك لعيبه بتعرف انها انتقلت لسه خلاص يعني احنا عاوز اقول لك ايه تدريجيا بندخل في المرحله خلاص عاوزين الامور دي تبقى ايه عاديه خلاص ما عادش بص احنا قلنا الانتماء من وجهه نظري كمتابع بعد حسام وابراهيم حسن ما انتقلوا لنادي الزمالك خلاص الانتماء اصبح يعني شيء يعني مش بتحكمه درجات المصلحه ما عادش الانتماء الحب اللي هو يعني خلاص لانه حتى لما حصل كتير جدا من جمهور الاهلي ما كانش مصدق الحاجه كتير جدا من جمهور الزمالك ما كانش مصدق ان حسام ابراهيم حسن دول يمكن يبقوا في بدات الامور تاخد الشكل خلاص اللي شبه اوروبا اكتر خلاص لا خلاص من اللقطه دي يعني ابني عليها انه خلاص بدات بعد كده اي حد تاني عادي يمشي يقعد يروح يجي والكلام ده مساله انه النادي الاهلي يمنع احمد فتحي انه يتدرب كلام يعني بعيد عن المنطق لان هناك لوائح وقوانين بتحكم المساله يعني لو حصل هذا الكلام سهل جدا احمد فتحي بورقه يبعت للفيفا يقول له انا كذا كذا هنا كذا يعني لو وصلنا الامور للأسوأ لكن لا طب ده لاعب مهم والنهارده بيقول لك ايه هيتم تمديد العقد لنهايه ايه الموسم خلاص طيب هنفترض انه الاهلي احتاج احمد فتحي في ماتش مثلا في نهائي افريقيا مثلا هيبقى ايه الوضع؟ يقول له لا ما تلعبش مش انت بتتكلم على الاحتراف ولا بتتكلم على الانتماء وان لك الانتماء خلاص اركينه كده على جنب خلاص مساله اصبحت من الماضي عشان ما نضحكش على بعض من الماضي الانتماء دلوقتي اصبح للمصلحه وللهدف لاعب محترف يبقى لاعب محترف تاخد حقك منه لغايه اخر يوم دود المساس بيه وعاوز يا جماعه لازم يبقوا فاهمين حاجه احمد فتحي ادى الراجل مع النادي الاهلي باخلاص وعمل وجهد ما نسمحش للبعض انه يعمل فرصه انه يتم مثلا التطاول هو شاف مصلحته في الحد في القرار اللي خده يحترم خلاص شكرا وانت شفت مصلحتك انك انت فضلت مصلحه الفريق على انك انت واضع اسس ونسق ماشي عليه مش هتزود عنه عشان ما يحصلش عندك اضرب مشكله انت انتصرت لنفسك وهو انتصر لمصلحته وعقدك وعقده مرتبط عقده معاك لسه قدامه ترى اربع شهور ولا لغايه ما ينتهي الموسم هتستفيد منه لكن هنطلع دلوقتي نقول اصله يتمنع من دخول النادي اصله يتمنع من مش عارف مين او حصل مثلا الاحتراف كلام السليم. لا ما فيهوش كلام النادي الاهلي خبراته اكبر منه اكبر لا لا اهلي اكبر من كده وده قرار اصلا هل هو فايلر قعد يعني لما شفنا فايلر قعد في اجتماع مثلا
هو وكابتن سيد عبد الحفيظ مثلا وكابتن محمود الخطيب قعدوا ناقشوا وخدوا القرار. طب يعني اللي بيجتهد او بيتكلم يعني ليه ده اجتهاده الشخصي ليه ليه مفيش حاجه رسميه لا مفيش حاجه الكلام ده بتعبر عنه. المهم ان انا عاوز اصدر لك مشكله يعني فاهم انت الموضوع يعني اتقفل خلاص زي ما قلت اللاعب او النجم احمد فتحي فكر في رؤيته لمستقبله وهذا حقه، وفي نفس الوقت النادي الاهلي وله كامل الحق في ان يرى اموره الماليه والتعاقديه وحساباته الفنيه، مدد التعاقد قد ايه، المقابل المالي قد ايه، القيم الماليه الموضوعه لكبار النجوم في الفريق، ده يعني حق الادارات التسويق والتعاقد. حضرتك انت حافظت على السيستم بتاعك يا استاذ محمد، وانا مش هبوظ لك الدنيا عشان انت مثلا تيجي. انا عامل نظام، هو شايف نفسه ان هو يسحق، هو خلاص راح الموج، بس بعدين مش عاوز حضرتك حاجه عشان نختم بيها الحوار ده. لو كان حصل العكس، لو كان تم التعاقد والتجديد بالشكل اللي كان طلبه احمد فتحي ولو الحق في ان يطلب ما شاء، هو نجم كبير يعني وتاريخه كبير ما فيهاش خلاف ولعيب من طراز خاص جدا، لو كان الاهلي استجاب في عدد السنوات وفي الرقم المالي اللي طلب من هذا النجم، مش كان برضه هيبقى فيه هجوم اعنف على النادي الاهلي انكم بتصرفوا غلط؟ طب ما هو اتعمل انتوا كده مش معقول. طب ما هو اتعمل الهجوم على الوالد سليمان اهو، الاموال النادي اللاعب سنه كام سنه وهيقعد كام سنه. انا بقول لك اهو، انت بتاخد الموقف من مين؟ من حصل لوالد سليمان انه صحيح. عنده كذا واتعمل كذا يعني سبحان الله. يعني ايه يعني حتى الموقف اللي جاب العمل الاهلي مثلا مع حسام عاشور تم تحويله لموقف سلبي، وكابتن الاهلي وازاي مش يا سيدي، هو انت عملت يعني في حد عمل الكلام ده مع حد؟ يعني انا لو جيت قلت لك انت هتمشي، معلش انا حصل عندي ظرف وانت خلاص رسالتك هديتها معانا بعد يوم، انت هتمشي وانا هديك واحد اتنين تلاته، منطقيا في واحد عنده منطق ثاني يقول خلاص انا اخذت القرار، في واحد لسه شايف نفسه انه عنده المقدره يا سيدي خلاص. يعني راجح كان مجهز نفسه يهاجم الاهلي وهي عايز يطلع الاهلي بس غلطان خلاص. مجهز سيناريو مجهز نفسه هجهز لك كده وكده خلاص. لكل هو الهدف يرد يعني هو الهدف ايه؟ الهدف ان انا انال من النادي الاهلي هو ده الهدف. يعني ببساطه ما هياش مش قرار موضوعيه ولا فيها تقييم موضوعي، حد واخد موقف مسبق ضد النادي الاهلي خلاص انتهى الكلام، مش متبادل. هو ممكن يكون عنده موقف مثلا من مجلس الاداره جاهز الرد على كل سيناريو ممكن في سيناريو التعاقد او عدم التعاقد او التجديد لاي لاعب. موقف من مجلس الاداره فاخد فرصه اي موقف قرار يحصل فانا هنال منه بسهوله. للاسف وقتنا انتهى، ولكن بنسعد دايما بحوارك وجودك معانا على شاشه قناه الاهلي. الناقد الرياضي الكاتب الصحفي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في الاهرام الاستاذ محمود صبري، بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك. شكرا، نسعد بوجودك معانا في الاهلي اليوم. مشاهدينا شكرا لحضراتكم على المتابعه. نهايه هذه الحلقه من حلقات الاهلي الليله، وكل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه شهر رمضان المبارك. عاب الله علينا على مصر والمصريين والامه العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات، وإن شاء الله ربنا يقدرنا جميعا ونتجاوز ونتكاتف من أجل أن نتجاوز هذه الأزمة وهذا الخطر يعني بأسرع وقت ممكن إن شاء الله، ونكون جزء من السباق اللي بيحصل في العالم كله لتجاوز هذه الأزمة إن شاء الله، أزمة انتشار فيروس كورونا. شكرا لحضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء.